Okay. ديمنشيا and its treatment. في هذا الفصل بدنا نتكلم إن شاء الله عن الخرف وعلاجه. فابتداء نتكلم عن الخرف، تعريفه، أسبابه، أعراضه وما فيه من مشكلات. بعدين نتكلم عن الألزهايمرز ديزيز كواحد من أهم أسباب الديمنشيا. نحكي عن البيتا أمايلويد بليكس، عن نيوروفيبريلاري تانجلز، الأمايلويد كاسكيد هايبوثيسيس، والأبو إي، والريسك للألزهايمرز ديزيز. بعدين بنحكي عن الثري ستيجز أوف ألزهايمرز ديزيز، ابتداء من البري كلينيكال أو الأسيمبتوماتيك أمايلويدوسيس. بعدين بنحكي عن السكند ستيج أوف ألزهايمرز ديزيز اللي هو المايلد كوجنيتيف امبيرمنت أوف ألزهايمر. بعدين بنيجي نحكي إن شاء الله عن البري ديمنشيا ستيج اوف امايلويدوسيس بلس سم نيورو ديجنريشن. بعدين بنوصل للثيرد الفاينل ستيج اوف الزهايمر اللي بيصير في عنا امايلويدوسيس مع نيورو ديجنريشن، مع طبعا كوجنيتيف ديكلاين كسيمتوم اساسي. وبعديها بنيجي نحكي عن التارجتنج امايلويد از فيوتشر ديزيز موديفاينج تريتمنت للالزهايمر، العلاجات القادمه للالزهايمر المتعلقه بالامايلويد. ممكن نحكي عن الفاكسينز والامينوثيرابي، الجاما سيكريتيز انهبيتورز، البيتا سيكريتيز انهبيتورز، وهكذا. ولكن بعدين بنرجع نحكي عن ما هو متاح حاليا في معالجة الالزهايمر. رح نحكي عن الادوية اللي بتشتغل على الاسيتيلكولين. فرح نحكي عن الاسيتيلكولين والفارماكولوجيكال بيسز للادوية اللي بنستخدمها على الكولينستيريز فعليا. وبنشرح الموضوع بعدين. فراح نحكي عن الكولينستريز انهبيترز وهكذا. بعدين نيجي نحكي عن الأدوية اللي لها علاقة بالجلوتاميت، عن نمدا ريسبترز يعني، راح نيجي نحكي عنهم إن شاء الله. ثم ممكن نحكي عن البيهيفيرال سيمتومز اوف ديمنشيا، وشو ممكن أشياء نعملها تارجتينج عشان نعالجهم. طيب نبدأ بسم الله.